أهلا بكم، هذا دكتور حسين الشورى يحييكم من القاهرة، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي ربما تعودنا دائما أن نقدم فيه الكثير من الموضوعات على هيئة كشكول أو على هيئة أخبار متنوعة ومتفرقات ومن هنا ومن هناك. النهاردة الحقيقة كثير من الأحداث يمكن في الأيام الأخيرة مرت بها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفر التطعيمات. الحقيقة توفر التطعيمات الفترة اللي جاية إن شاء الله يمكن في نص سبعة بالضبط جاية شحنة كبيرة جدا من التطعيمات، قد تغطي ناس كتيرة جدا وفئة كبيرة، كمان 40 مليون جرعة من التطعيمات في سبيلها إلى إنتاجها أو في الطريق لإنتاجها عن طريق فاكسيرا اللي هي الشركة الوطنية المصرية للتطعيم واللقاحات مع إحدى الشركات الوطنية، هيوفروا 40 مليون جرعة تطعيم لفيروس كورونا. دي كلها أخبار هائلة جدا حبيت أبدأ بها الحلقة علشان يبقى البشرة هي عنوان هذه الحلقة. النهاردة اسمحوا لي أستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد العاطي المناعي استشاري المسالك البولية وأحد الخبراء في موضوع السياحة العلاجية وأحد الناس اللي هم علامات بارزة في هذا الموضوع. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور حسين. حينما يجتمع المسالك البولية مع الثقافة العلاجية أو السياحة العلاجية يطلع مضمون جميل جدا إن شاء الله. ويمكن قبل الحلقة كنت بتكلم مع حضرتك على الدكتور وسيم السيسي أحد أساطين المسالك البولية زي حضرتك كده، وفي نفس الوقت له اهتمام بالمصريات عالم من علماء المصريات الكبير يعني. صحيح. فغريبة ان المسالك ايه يعني، خليني ابدأ الحلقة ان اسألك، هو في علاقة بين تخصص المسالك البولية والسياحة العلاجية والمصريات ودول بعاد نسبيا عن الطب؟ لا بالتأكيد، هو الثقافات اللي بتبقى في حياة الانسان. طبعا الدكتور وسيم استاذنا العظيم يعني، واحد اهم من كتب في المصريات وعلومها، وله حتى مؤلفات صحيح في مكتبات العالم وليس صحيح في مصر فقط صحيح يعني. أستاذي العزيز طبعا، وأشرف أن أكون تلميذه، وهو أحد القامات، ويمكن حتى في التخصصات الأخرى الشعراء كان منهم أطباء، الرسامين كان منهم أطباء طبعًا. يعني يمكن مهنة الطب شوية مهنة تهندل النفس إلى حد ما وتخلنا نفكر في حاجات جنب الطب، لكن صحيح فيما يخص السياحة الصحية نعم بأنواعها المختلفة، السياحة العلاجية أو الشفاء البيئي أو السياحة الصحية الميسرة، فأنا أجد أنها لصيقة بالطب كله وبالصحة كلها، ليس فقط نعم في تخصص المسالك لكن كل نعم التخصصات معنية بال نعم بال بال بهذا. استأذنك مش عايز أسيب ضيفتنا الغالية المحترمة على الهاتف كتير. معايا الأستاذ الدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الإعلام والدراسات الطفولة بكلية جامعة عين شمس. والحقيقة الدكتورة هويدا الجبالي من رائدات الإعلام ولها جهود مثمره جدا جدا في مجال تنميه البيئه، وفي مجال انه جامعه عين شمس تطلع حوالين المناطق اللي حواليها، علشان الجامعه لابد ان تؤثر وتتاثر بمن حولها، وده اللي خلاني النهارده الحقيقه اطرح موضوع مهم جدا وهو دور وسائل الاعلام في الوعي. يمكن سياده الرئيس السيسي اشار غير مره لموضوع الوعي، والحقيقه هل الوعي وسائل الاعلام قامت بالدور المنوط به ان تقوم بي في مشكلة كورونا؟ ده سؤالي إلى أستاذتي الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي. أرحب بك يا أستاذتي، أهلا وسهلا. أهلا أهلا دكتور حسين، إحنا كلية الدراسات العليا للطفولة نعم جامعة عين شمس نعم، وكان عندنا أبحاث الطلاب بتوع الترم الرابع نعم والتاني نعم، عملوا جزء كبير عن الوعي نعم للمواطن، سواء للمترددين على مركز ذوي الاحتياجات، ودول غالبيتهم بتكون الفئه اشد احتياجا في المجتمع صحيح يعني، بيبقوا مش متعلمين قوي نعم. وطبعا لا انا بشكر في وسائل الاعلام الحقيقه، الاعلانات اللي شغاله انها لفتت نظر الناس على اهميه النظافه واللبس الماسك تمام وغسيل الايدي والكحول نعم، ونبعد ايدينا عن اي الاسطح، الاسانسير، العربيه، المطعم واحنا قاعدين، الفلوس ان انا اطلع فلوس من محفظتي، العمله نفسها قد تكون سببا للعدوى. عايزه تقولي حضرتك بالظبط تداول العمله يعني بين الايدي، فلوس نتعامل بيها عادي نعم، بس بعدها طهر ايدي تمام يا فندم.
تمام. انا الحقيقه لاحظت، يمكن زرت كليه الاعلام، قسم الاعلام في كليه دراسات الطفوله اللي حضرتك بتتشرفي بانك تترأسيها يعني، وده يعني اضافه الحقيقه لهذا المجال. وجدت فعلا ان الاحتياطات الاحترازيه يعني فعلا مطبقه، وحاجه جميله جدا من اول الدخول لحد الاسانسير لحد الطلوع لحد السكرتاريه لحد، يعني الحقيقه شرفت بده كمان. اريد فعلا ان انا يعني اشير الى انه فعلا مركز الاعاقات الخاصه اللي موجود في عين شمس يعني رائع جدا جدا، ويقدم خدمة جميلة جدا. طب تقييم حضرتك ما يحتاجه الطفل ذوي الاحتياجات، نعم، من خدمات موجودة في مكان واحد. تمام يا فندم. كنت عايز اقول يعني رؤية حضرتك، هل يا ترى وسائل الاعلام بانواعها المختلفة المقروءة والمرئية والسوشيال ميديا ساهمت بدور بكام في المية من اللي المفروض تقوله؟ لا والله في تطور بصراحة، زمان ما كانش في دور الوعي ده في التلفزيون خالص، نعم، ولا في الراديو. نعم. لا المره دي اعتقد نتيجه ان كان في بعض الحالات القاسيه اللي ادت الى حالات وفاه وقعدت الولاد في البيت، ما فيش مدارس ما فيش جامعات، اعتقد ده حث الوسائل على انها تقوم بدورها على اتم وجه. تمام. رساله من عميده الاعلام الى الشعب المصري حول التوعيه، إذا أتيح لينا إن احنا نكون يعني نقدم هذه الرسالة من حضرتك، تقولي لهم إيه؟ أهم حاجة التباعد، الماسك ده خلاص هيبقى أسلوب حياة مش هنقدر نسيبه، جزء من الوجه يا فندم، أنا دايماً أحب أقول إنه أصبح الآن جزءاً من الوجه. ده حقيقي. نعم. يعني دايماً لما حد يقول لي نفسي بيتخنق منه أقول له بس أنت لما بتفتحه ونفسك بيرجع، إنما لو نفسك اتخنق من الكورونا مش هتعرف ترجعه. صح. صح. طيب الدكتورة هويدا الجبالي، بماذا تحلم لكلية الإعلام وهي يعني على كرسي العمادة؟ طبعا قسم الإعلام عندنا قسم متميز وعندنا الاستوديو، أتمنى إن احنا نبث بقى برامج خاصة لذوي الاحتياجات ونساعدهم، خصوصا بعد الأزمة بتاعت كورونا لما توقف الشغل والأولاد كانوا بياخدوا جلسات وتوقفت، حصل لهم طبعا ريجريشن، يعني التطور بتاعهم توقف وممكن يكون رجع لورا. طبعا ده أثر سلبيا، أثر سلبيا جدا على هذه الفئة. أيوة طبعا. طب وسلبيا على كل المجتمع بالظبط، بس على الطبقة دي أكتر طبعا. تمام تمام. ان شاء الله كل احلام حضرتك تتحقق، واحنا سعداء جدا. وانا كنت يمكن بنسق مع حضرتك انك تنورينا في الاستوديو في اقرب فرصه تناسبك، لان حضرتك شرف لاي قناه تكوني ضيفه فيها. متشكر جدا استاذتنا الدكتوره هويدا الجبالي على هذا الاسهام وهذه الاضافه، متشكر جدا لحضرتك. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. طيب نرجع تاني الى استاذنا الاستاذ دكتور عبد العاطي المناعي، وكنا بنحكي انه ربما تخصص الطب بيدي بعض من ال اقول ايه يعني روعه في انه اغلب اطباء الطب بقى لهم هوايات اخرى او مجالات اخرى بيتفوقوا فيها، حيث الشاعر والكتابة. ومين فينا ينسى يعني يوسف إدريس؟ مين فينا ينسى إبراهيم ناجي الذي لو لم يكتب سوى الأطلال كان هذا يكفيه؟ كتير جدا الحقيقة. مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود، ناس كتيرة جدا في مجال القصة والشعر والأدب. إنما السياحة العلاجية والمؤتمر اللي حضرتك لسه بتحكي لي عنه وإحنا جايين في الطريق، بيتكلم عن إيه المؤتمر؟ هو اسمه مؤتمر السياحة الصحية المصرية. نعم. هدفنا فيه طبعا العمل على وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية. نعم. بما يتناسب مع دورها الإقليمي الرائد وإمكانياتها الهائلة من الأطباء ومن المستشفيات ومن أنماط الاستشفاء البيئي المتعددة اللي ربنا حب بها مصر، وموجودة في أكثر من محافظة زي ما تكلمنا مع حضرتك في اللقاء السابق. تمام. يعني تمام. المؤتمر بيهدف إلى حاجة مهمة جدا المفروض أن احنا نتنبه ليها، وهو البراندنج، أن إزاي نصنع علامة مصرية أخد براند. براند. براند ده يكون اسمه مصري، السياحة الصحية المصرية. ليه؟ لأن حضرتك دول كتير جدا يمكن سبقت مصر وهي أقل منها، سواء كان في البنية التحتية الصحية أو في الإمكانيات الموجودة أو في الأنماط البيئية زي اللي احنا تكلمنا فيها، زي المية الكبريتية والرمال السوداء والمية المالحة
أو في كفاءة الأطباء كمًا وكيفًا. تمام. ومش هذكر أسماء يعني، خلينا في المطلق، لكن دول جارة وشقيقة. طيب على الشاشة الآن صورة المؤتمر، يمكن عشان بس نوجه للسادة المشاهدين إن دي صورة المؤتمر. والحقيقة كنا أشرنا إن السياحة العلاجية حاجة قد تستطيع أن تقفز بمصر خطوات، مليارات من الدولارات هتدخل للبلد من حاجة سهلة هي موجودة. يعني كل ما يتعلق بالسياحة العلاجية زي ما قال أخونا الغالي، السياحة الصحية وليس العلاجية، هو مصر على هذا المسمى الذي أرى أنه محقا فيه، لأنه السياحة العلاجية مش بس علاج، ده 4-5 أسس هنحكيها برضو إن شاء الله. يعني فلوس تدخل للبلد بسهولة جدا طبعاً. والمفروض نكون في القمة بموقعنا وبمناخنا وبرملتنا وبشواطئنا وبخبرائنا في الطب، والأمن والأمان اللي موجود في البلد يجب بالضبط. أن يستغل الاستغلال الأمثل، وخاصة أن مصر يعني كانت رائدة في هذا المجال، وستعود إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعود، لأن احنا مش محتاجين حاجات كتير إلا بس نضع هذه الصناعة في موضعها الصحيح. يمكن آملين أن يكون المؤتمر هو بداية الطريق، زي ما سبقته مؤتمرات صحيح. كتير جدا صحيح. زي مؤتمر شرم الشيخ في 2017، وده حقق نجاح مش بسيط، زي مؤتمرات أخرى اتعملت بعد سنة 2017، كلها بتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين للحوار حول أهمية صناعة السياحة الصحية وكيفية صناعة البراند المصري ليكون في القمة كما يجب أن تكون يعني منذ سنوات كثيرة. أملنا في هذا المؤتمر أن ندعو العديد من الشركات والمؤسسات المصرية والمستشفيات والوزارات المعنية للتكاتف حول العلم المصري ليحقق الأهمية المقصود منها المؤتمر، وهو العمل على وضع مصر في مكانها الصحيح على مستوى خريطة العالم في السياحة الصحية. إن شاء الله هيكون برضو هناك دعوة أكثر من 500 متخصص وخبير من دول أوروبا وإفريقيا والدول العربية وأمريكا كمان. الحمد لله بدأت يعني تواصلات يعني طبعا في إرهاصات على أنه ممكن الناس تيجي، لأنه في تخوف أن الناس تعتذر في ظل كورونا. مركز متميز يعني أو شركة متميزة في السياحة العلاجية أمريكي أبدى استعداده للمشاركة، كذلك دولة ليبيا، كذلك الإمارات، كذلك السودان، يعني في خلال أيام بسيطة العراق كمان أيضا، السعودية، عدد من الدول أبدت استعدادها سواء مشاركات فردية أو مشاركات مؤسسية. طبعا. الحمد لله يعني هذا الأمر أو هذا الموضوع، طبعا بندعو كل أصدقائنا وشركائنا في مصر وخارج مصر لينضموا معنا في التحضير لهذا المؤتمر اللي احنا إن شاء الله هنعتبره يعني بداية الطريق للعمل معا يدا بيد، لأن هذه الصناعة تحتاج إلى تكاتف الجميع. ليست هناك وزارة تستطيع لوحدها أن تحقق النجاح، ولكن بتكاتف وزارات كثيرة جدا معنية بهذا الأمر. ليس هناك شخص أو مستشفى أو شركة تستطيع وحدها أن تحقق النجاح إلا بتكاتف الجميع، زي ما وصفت الحاكي نحن نكون حول العالم المصري لصناعة براند اسمه السياحة الصحية المصرية، وده كان اسم المؤتمر. إن شاء الله متوقع يكون من 20 ل 22 فبراير 2022 بإذن الله، يعني في خلال 8 شهور إن شاء الله كمان هيكون في القاهرة، علشان يكون فيه حضور متميز من المسؤولين ومن السادة الإعلاميين ومن يعني أكثر مما نأمل إن شاء الله في تحقيق الغاية المقصود منها المؤتمر، وهو صناعة البراند المصري في السياحة الصحية. تمام. طيب الحقيقة دعني أقفز إلى تخصص المسالك البولية ونقول روشتة لعلاج الضعف الجنسي بالثلاث حاجات، بس في عجالة. احنا عارفين انه احيانا يبقى الموضوع سرعة قذف، احيانا يبقى عدم انتصاب، احيانا يبقى احنا قلنا الاول عدم رغبة، يعني يا اما عدم رغبة يا اما عدم انتصاب اصلا يا اما عدم سرعة قذف. يمكن بداية الروشتة الاولى من 1 لـ 5، يعني 1 و2 و3 و4 و5، هي حاجة واحدة بس، انك تزيل فكرة انك انت فاشل جنسيا من دماغك. تمام. يعني الشخص اللي عنده مشكلة ولو بسيطة أو متوسطة أو حتى يتخيل أنها دي نهاية العالم، أنصحه أن يضع هذا الأمر جانبا. يعني طبعا. إيه ما يعيش دور الأزمة المريض. النفسية المرضية بالضبط، وخوفه من الفشل. يعني هو كل ما يجي يقبل فيحس أنه أقل من المستوى الفات، فيحصل له الاكتئابات المتوالية اللي هي بتزيد من هذه الأزمة، وده ندخل في فيشيا سيركل، في دائرة مفرغة بالضبط سيركل بالضبط بالضبط. فدي مهمة جدا، يعني زي ما حكيت أنها من 1 لـ 5. نمرة 2، ودي النصيحة اللي بنصح بيها كل الأصدقاء، تشك على السكر بتاعك. يعني اللي عنده سكر يكونترول، يعمل تظبيط للسكر من خلال المختصين.
اللي ما عندوش سكر يتشك عليه من وقت لآخر، لأن أحد أهم الأسباب وأكثرها هو السكر الخفي اللي احنا ما نعرفوش، أو السكر غير المتحكم فيه. هي دي وعلى فكرة دلوقتي بقى مرض السكر بيقول لنا بمضاعفات النوع الثاني. يعني بالزبط. تخيل حضرتك جايب ضعف جنسي، جايب شبكية ضايعة، جايب كلى بايظة، جايب رجل الدم مش واصل لها، وداخل على غير، وهو أصلا ما اكتشفش عنده السكر. فأنا أرجوكم يعني التحليل في الصيدلية بكام يعني، والجهاز كله بكام، فأرجوكم مرة واثنين وعشرة تنبهوا للسكر ومخاطره، وتشك لو انت ما عندكش سكر ان شاء الله تبقى الامور تمام. الروشتة التالتة ودي مهمة جدا، وهو ايضا تشك على الضغط وتشك على الكوليسترول، يعني الدهون بانواعها المختلفة، دهون الدم الثلاثية او الكوليسترول ارتفاعها بشكل عالي بيؤثر فعلا سلبا على كفاءة الحياة الجنسية. يمكن انا النهاردة وامبارح شفت حالتين لناس صغيرين في السبعة وعشرينات والخمسة وثلاثينات، للأسف كوليسترول 290 و300 ما عرفش وكام، في ارقام ادت الى انه جاي برضو بعرض، يعني هو جاي بيشكي من مشكلة جنسية ما، فطلبنا منه التحاليل فاكتشفنا ان الكوليسترول عالي والدهون الثلاثية. اذا يمكن الثلاث حاجات المهمين دول الضغط والسكر والعامل النفسي، دي من أهم الأسباب ومهم الحاجات اللي ممكن توصل أي إنسان إلى أعراض سيئة جدا منها الضعف الجنسي بأنواع المختلفة. وأؤكد مرة تاني اللي هو رقم واحد واثنين وخمسة، من فضلك ما تحطش إن الأزمة دي ملهاش حل، كل الأزمات ليها حلول. صحيح. سواء كان عدم الرغبة دي ليها حلول وليها علاج بالأناليسز اللي احنا بنعمله، تفضل شرفنا حتى الغير القادرين زي ما وصفت الحقيقة المرة اللي فاتت، أنا مستعد أستقبلهم تماما فور فري، أصدقاء البرنامج وأصدقاء القناة طبعا، يعني سواء مركزي أو مركز مجانا ما فيش مشكلة خالص. تمام. بالنسبة وكل يعني أغلب حلقاتنا بنحكي إنه فعلا مشاهدي قناة الصحة والجمال غير القادرين احنا ان شاء الله على استعدادنا يعني نستقبلهم طبعا طبعا في مراكزنا انا ودكتور عبد يشرفني. الحاجه الثانيه المهمه في الموضوع ان حتى الشخص اللي عنده مشكله من المشاكل ابدا ما تتخيلش ان فيلم النوم في العسل ولا الكلام اللي انتم شفتوه ده ان ما فيش حل، بالعكس الحلول سواء كانت يعني نفسيه، احنا بنعمل سايكو اناليسيز ونقدر نحلل الحاله النفسيه ونكتب له العلاج. الجزء الثاني عضويه، احنا نصل الى حتى الناس اللي ما عندهمش استطاعه تماما لدرجه زيرو، ان شاء الله بالعمليات الجراحيه نستطيع ان احنا نعيده. تمام. يعني عايزين نقول انه في حل في كل الحالات، فالمشكله لو تسرب اليك احساس انه ما فيش حل هو ده اللي بيعقد المشكله. طب تعالوا نسمع الكاتب الصحفي فهد ممدوح الصحفي بوزاره الصحه. استاذ فهد اهلا بيك. تفوق رحتين، كل سنه وانت براوتر وحضرتك طيب، بس يا ريت توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. اهلا بيك يا استاذ فهد، وعايز اعرف منك هل وسائل الاعلام ادت دورها في الفتره الاخيره بصفتك كاتب صحفي في وزاره الصحه بالذات في موضوع كورونا؟ احنا والله دكتور طبعا ابعد عن التلفزيون بس واسمعني من التليفون، يعني خلي التلفزيون بعيد عنك شويه. اتفضل انا سامعك، اتفضل. طبعا بالفعل من ساعه بدا كورونا واحنا بدانا كصحفيين ماسكين ملف الصحف في بعض الجرائد، بدانا نواجه الاشاعات ونوعي الناس في الشارع وفي بعض الاماكن العامه. تمام. طبعا برضو في منظومه بوابه الشكاوى في مجلس الوزراء طبعا بترد على جميع الاشاعات وقتا، يعني اي اشاعه بتنزل مجلس الوزراء مشكورا بيرد طبعا فورا. صح. برضو الاعلام في وزاره الصحه برضو بيرد مشكورا في نفس الوقت على طول مباشر يعني. تمام. اصبح برضو يعني بعض المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه برضو بتساند مع وزاره الصحه في الوعي اللي يوصل للمواطن الصحي يعني. تمام. فعلا الجمعيات الاهليه كان لها دور، فعلا الجمعيات الاهليه ليها دور بجد بارز يعني في ازمه كورونا، لها دور كويس المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه، ان بعض الجمعيات الخيريه عندها مستشفيات بدات تشيل مع حبر مع وزاره الصحه. نعم. كعنايه مركزه كاكسجين بدات تشيل معانا شغل كويس جدا، ومستشفيات بدات تاخد الناس المسنين من الشارع وتخليهم ودار مسنين، وبعض اي دار رعايه بدا يجيب الناس من الشارع المسنين عشان برضو يعني المرض ما ينتشرش في الشارع. تمام. يعني انت شايف ان وسائل الاعلام ادت دورها، كمان جمعيات المجتمع المدني برضو شاركت بدور لا باس به في منظومه التوعيه واعلام الناس بالحقائق
والمعلومات المهمة، لأنه فعلا المعلومة تساوي حياة في موضوع كورونا يعني. لا ده حقيقة بالفعل طبعا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الصحة ومعالي وزيرة التضامن وبعض الوزراء، قعدنا يعني أي إشاعة كانت بتنزل بعض الصحفيين والقنوات الفضائية مثل البرنامج المحترم لحضرتك كانوا بيردوا على الإشاعات أول بأول. نعم. طبعا موضوع الإشاعة لما بينتشر كان يعني عايز أقول لك بيخلي برب الرعب للمواطنين في الشارع. صحيح. أنا متشكر جدا. دلوقتي الناس يعني الناس بتستنى البرنامج أو المعلومة بتيجي من صحيح. صحفي أو برنامج تلفزيوني محترم زي حضرتك. متشكر جدا. أستاذ فهد ممدوح أنا بشكرك، الكاتب الصحفي بوزارة الصحة، على هذه المعلومات، ودايما إن شاء الله بإذن الله الإعلام هيقوم بدوره المنوط به القيام به حيال كل الرد على الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة للسادة المشاهدين من أجل أن ننهض بهذا الوطن. كنا بنتكلم في الجزء بتاع أنه حضرتك واحد اثنين لحد خمسة بالزبط. بموضوع الضعف الجنسي أنه العيان ما يحسش أن في مشكلة صعبة الحل، حتى في أجهزة طبعاً بتحل التعودية. المشكلة أجهزة تعويضية سواء كان دعامات العدو الذكري بأنواعها المختلفة، ودي أصبحت سهلة وبسيطة، العيان ممكن يمشي خلال 6 ساعات بعد إجراء الجراحة وكأن شيء لا يكون، لأنما عمليات الجراحات اليوم الواحد وأصبحت ميسورة وحتى منخفض التكاليف عن سابقاً يعني. يمكن دي أنا يعني شايف ناس كتير جداً ما تعرفش عنها يعني معلومة كويسة، ويمكن ناس أصلاً حتى ما بتتخيلش إن ده موجود. لا صحيح. هو موجود صحيح. وتحت إيدينا وكلنا بنعمله، كل الجراحين بيشتغلوا الجراحات دي كلها، وجراحات مضمونة بإذن الله 100%. وأعتقد أن لو أنت دخلت على النت وشفت الكلام ده سواء في اليوتيوب أو في جوجل، زميل المصاب بأي مشكلة من المشاكل دي كلها، خد فكرة وخد يعني معلومات عن صحتك يعني عن صحتك. ده مهم جدا. وعشرات الأطباء الزملاء كلهم مشكورين، عاملين مجهودات كبيرة جدا في التوعية الصحية الأسرية يعني اللي ما يتعلق بمشاكل الأسرة عموما، لأنه بالزبط. لا ينبغي أن نخفل أبدا دور المشاكل الأسرية في موضوع الضعف الجنسي. يمكن ده حدا بي أن أنا أعمل كتاب اسمه كلام في سرك، هينزل إن شاء الله في معرض الكتاب الدولي، وعشر نسخ لحضرتك وقناة الصحة والجمال. هو عن الصحة الجنسية بمفهومها الصحيح علميا. يعني بنتناول نضيع الخرافات بقى بالضبط، بنتناول المشاكل اللي موجودة حتى في الجنين اللي هيتولد ده مشكلته 1 2 3. حضرتك عارف المشاكل اللي ممكن تبقى في الأطفال حديث الولادة صحيح. الخصية المعلقة أو فتحة الإحليل السفلية إلى كل ما يتعلق بالذكر والأنثى. هو الكتاب جزئين، الجزء الأول إن شاء الله يبقى في أيام هيكون في متناول الجميع يعني، وأنا ألحقت الجزء الثاني لأنه كان ضخم فحبيت أفصله في جزئين. كلام في سرك الإسقاط فيه أن لا يكون الكلام في سرك يعني. أنا المفروض أن أنا عايزك تتكلم مع صديقك، صديقك اللي فاهم، مش أبو العريف اللي بيودينا في داهية ده. لا وإسأل مجرب. اسأل أنا بسميها مخرب. بالزبط. اسأل مخرب. مخرب. الأطباء كلنا موجودين تحت الأمر، المستطيع وغير المستطيع. عايز أشير لحاجة برضو دكتور بعد إذنك، أنه الناس متخيلة أن كل ما يخرج على النت ده حقيقة، علما بأن النت بيجمع كل اللي اتقال من العالم وغير العالم. وغير يعني لو بتاع طماطم ولا قوطة كتب أنه الضعف الجنسي بسبب القوطة، هتطلع لك كل الكلام بما فيها القوطة وغير العالم. يعني للأسف شديد إن يعني دايما أنصح أصدقائي المشاهدين طبعا أنك أنت لما تحب تاخد المعلومة الصحيحة الطبية خدها من مصدر صحيح. وزارة الصحة عندها ويب سايت قوي جدا، موجود في كذا بوابة موجودة في الجامعات المصرية، المستشفيات الكبرى في مصر عاملة مواقع إلكترونية كويسة جدا وفيها داتا كويسة وموثقة. إذا ما تاخدش المعلومة من الكلام المرسل أو المواقع البسيطة، ولكن خدها من أماكنها الصحيحة. تواصل مع الأطباء، تواصل مع البرامج، تشوف الحاجات دي بشكلها صحيح علشان ما تضيعش يعني الفرصة اللي قدامك في العلاج، أو الفرصة أنك أنت تستثمر هذا الوقت في الخطوات الصحيحة لبدء علاجك الصحيح السريع بشكل كويس جدا والعودة إلى حياة جنسية صحيحة. إن شاء الله أتوقع أن الكتاب هيكون فيه إجابة على أسئلة كتير جدا، لأن أنا كمان جمعت خبرتي من المرضى أصدقائي اللي أنا طبعا يعني مروا علي في 20 سنة من الحياة العملية يعني طبعا، وسألت أسئلة وجاوبت عليها من خلال السنتين أو من خلال المتخيل المتوقع، الأسئلة اللي احنا بنسألها دايما واللي الناس بتتكسف انها تسأل، وده عيب جدا صحيح جدا صحيح. لأنك انت لا حياء في العلم، لا حياء في الطب، هتساهم بإيدك في هدم أسرتك صحيح. من خلال عدم بحثك وراء العلاج المتاح جدا من خبراء.
من خبراء. طيب الحقيقة يعني كنا بنحاول نتواصل مع الأستاذ الدكتورة حنان عمارة رئيس مؤسسة الحور علشان دور المؤسسات المجتمع المدني في موضوع الوعي علشان نبقى كملنا الصورة، لكن يبدو أن التواصل مش متاح الآن مع الأستاذ الدكتورة حنان عمارة رئيس مؤسسة حور. عايز أشير إلى أن الدكتور عبد العاطي معايا دلوقتي وأنا معاكم على الهواء في انتظار اتصالاتكم بكل ما يتعلق بالسكر. هو قال من شوية تظبيط السكر، وأنتوا عارفين أنا بكلمكم عن السكر لأنه ده تخصصي. أي حالة سكرها مش مظبوط تتواصل معايا وهجاوبها مجانا سواء بالتليفون خارج الحلقة أو بالواتس على الرقم اللي هو 0114-114-362 أو حالات نتبناها عبر البرنامج. يبقى احنا بنتكلم النهاردة عن الضعف الجنسي وبنتكلم عن السكر. أي حالات تتعلق بالسكر أو المعدة أو القولون أنا هجاوب عليها. أي حالات تتعلق بالمسالك البولية، الحصوات بتاعت المسالك البولية، التهابات المسالك البولية، التهابات الحالب، التهابات المثانة، التهابات الكلى، الأمراض المناعية للكلى، الفشل الكلوي، ما قبل الفشل الكلوي. ويمكن عايز أشير برضو إلى أنه بعض الدراسات أو مش بعض كلها أشارت إلى أهمية أنه المية ثم المية ثم المية ثم المية. وحأنقل بدوري هذا إلى أستاذنا الدكتور عبد العاطي مناعي. المية ودورها في الكلى، ثقافة شرب المية دي ثقافة إحنا للأسف الشديد بنهملها إهمال غير طبيعي. يمكن الإنسان البالغ اللي سنه وزنه في حدود 70 كيلو هو المفروض أنه يشرب في اليوم على مدار فترة استيقاظه 3 لتر يوميا. أعتقد كلما زادت درجة الحرارة في بلادنا الجنوبية طبعا المفروض يزيد المستوى عنده شوية. تمام. إحنا بنشوف الناس اللي هم زوار العيادات المسالك طبعا للأسف الشديد جايين بالتهابات زي ما حضرتك تفضلت، سواء كان التهابات في الكليتين أو في المثانة أو ما شابه. بالإضافة لذلك تكوين الحصوات، وده برضو العامل الأساسي فيه اللي هو عدم شرب المية بكميات مناسبة، لأن حضرتك هتستفيد في شربك للمية سواء في الجهاز الهضمي، سواء في الجهاز البولي، سواء في الجهاز الدوري التنفسي، الجلد، شعرك، معدتك، كل التفاصيل دي كلها المية. ما كانش ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ حيوية هذه الخلايا اللي موجودة في جسمك هتبقى كفائتها كويسة جدا وتشتغل بطاقة انتاجية كويس 100% لو انت شربت المعدل الطبيعي المطلوب ليك بالظبط يوميا. وهتستفيد خلايا جسمك ب 50% لو انت شربت 50%. طيب. ندي فرصة لسؤال من القليوبية الحاجة فاطمة. السلام عليكم. ورحمة وبركاته. حاجة فاطمة تفضلي. ايوه اهلا بيكي. سلامتك بركات بيك دكتور. الحمد لله. ازيك يا دكتور حسين؟ الحمد لله يا ام. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك الله يكرمك. اتفضلي يا دكتور. انا مريضه قلب وسكر وضغط. الف سلامه عليك. الله يسلمك. وانا سكري مش مظبوط معايا. بتاخدي ايه للسكر يا امي؟ نعم. بتاخدي ايه للسكر، اقراص ولا انسولين؟ انسولين. مرتين في اليوم ولا ثلاثة ولا اكتر؟ باخد الصبح 445 وباخد بالليل 20 وباخد 3 مرات سيدوفاج. سيدوفاج كام؟ 500؟ لا 850. يعني كتير ال 850 3 مرات بس. هنحكي دلوقتي. عايزة نمر التليفون حضرتك وعايزة عنوانك. بصي انا بقول دايما عنواني في الميدان الجيزة علشان برضو الحالات غير القادرة تنورني. ميدان الجيزة عمارة النصر الدور الثامن. ميدان الجيزة عمارة النصر بجوار بنك مصر الدور الثامن. لو حالة غير قادرة انا تحت امر حضرتك يا امي على طول من 7 لـ10 مساء. من 7 لـ10 مساء. من 7 لـ10 مساء. يا حبيبتي. 7 بالليل. 7 بالليل. انما في المانيال من العصر كده 84 شارع المانيال. شوف اللي يناسبك ونوريني. 84 شارع المانيال محطة الغمراوي دي بالنهار. من الساعة 3 لحد 7. طب نمر التليفون حضرتك بقى. بص حضرتك انا قلت الواتس تقدر تبعتي لي رسالة 0114-114-362 والكنترول يقدر يديك الرقم. كل اي حالة غير قادرة تتواصل معايا على الرقم ده 0114-114-362 وان شاء الله هنظبط لها سكر. هنقول بس تعليقين على اختنا المحترمة اللي اتصلت. طبعا استاذنا الدكتور عبد العاطي المناعي اشار من شوية ان انا بدور على الضغط، بدور على السكر، بدور، وهو بيشير حتى الى الضعف الجنسي عند الرجال. لكن في تلازم شويه بين السكر والضغط، علشان كده احنا بنقول انه اغلب وبالذات بعد السن الـ40 يعني او ما بعد الـ40 بنبدا نبص على
الحاجات دي. من الاول طبعا بنتابعها لكن تظهر اكتر فيما بعد سن الاربعين. الموضوع بتاع السكر، سكر يقدر يتظبط اولا بالحاله النفسيه، دي مهمه جدا ولها دور مهم قوي. وزي ما الحاله النفسيه زي ما قال الدكتور عبد العاطي المناعي ليها دور في الضعف الجنسي وعلاجه، ليها ايضا في السكر عندنا دور. احنا قلنا قبل كده اساتذه الطب وهما بيمتحنوا الطلبه في كليه الطب بيقولوا لهم حاله معينه علشان الدكتور يغلط ويقول علاج. خد بالكم الحته دي، هو عايز الدكتور يغلط ويقول ايه علاج عشان هو يفرمل الدكتور. الطالب ده اللي هيبقى دكتور بكره لو ما وصلتلوش الرساله المهمه دي انه لازم الحاله النفسيه والغذاء واسلوب الحياه يتغيروا حتى ابدا اتكلم في علاج. في نسبه كبيره من مرضى السكر لو تخنانين شويه وخسوا السكر يروح، ايوه يمشي، يبقى مش مريض سكر. اتنين لو غير اسلوب الحياه بتاعه ودخل الرياضه ودخل طبق السلطه وابعد شويه السكريات وقللها وابعد النشويات وقللها كل ده واتحرك شويه، كل اسلوب الحياه وقلل الضغط شويه. واحنا قلنا قبل كده، انا كنت لسه من يومين بكشف على حد، يعني وكيل المخابرات السابق، وكيل المخابرات الاسبق، اسف، وكيل المخابرات المصريه الاسبق، وكنا بنتكلم حد محترم جدا، كنا بنتكلم على اسلوب الحياه، ازاي نقدر نغير اسلوب حياه اي حد بحيث انه اسلوب الحياه ده يقدر يظبط له السكر، اذا السكر عالي يظبطه، واذا السكر جاي خفيف يمشيه، يعني في نسبه. ولذلك ليه الدكتور يقول لك ايه؟ انا اديكم مثال، مثلا يقول لك عيان وزنه 120 كيلو، طوله كذا، سنه 40 سنه، جالك وهو مريض سكر، قول لي ايه هتعمل له؟ طبعا هو عايز يوقعني عشان اقول له الادويه، لا مش الادويه، اول حاجه اقول له يا فندم لو تخين يخس شويه. يقول لي تمام، اقول له ونغير اللايف ستايل او اسلوب الحياه بتاعه. يقول لي يعني ايه؟ اقول له حضرتك افهمه انه يقلل النشويات، ان الرز والمكرونه والبطاطس والعيش اعدائك. صحيح احنا محتاجين حاجه منهم وليكن صنف واحد، يا ربع رغيف يا اما اربع معالق رز، اربع معالق مكرونه، ولو بمعلقه الشاي يبقوا 8 معالق. ده مهم جدا جدا. بعضكم مش هيتخيل مرضى السكر لما بحولهم من نص رغيف لربع رغيف السكر بيتظبط قد ايه. تاني من نص رغيف عيش لربع رغيف عيش السكر بيتظبط بصوره غير عاديه. طيب انا اديته الخيارات، رز، مكرونه، بطاطس، عيش، واحده منهم فقط. اتنين، حط شويه خل بسيطه او ليمون على الاكل، بيخفض السكر جدا جدا جدا. ابدا بطبق السلطه، كلنا رحنا اوروبا، ويمكن في الحلقه اللي فاتت استاذنا الدكتور عبد العاطي المناعي حكى لي عن رحلاته في اوروبا وازاي انه الطبق، واحنا في الفندق في اوروبا بيبقى الاوروبيين اللي الطبق كله سلطه وكله خضروات وفاكهه واللحمه جزء صغير خالص، احنا الطبق كله لحوم، كله لحوم، والسلطه اذا تواجدت على استحياء تبقى معلقه. هذا خطا فادح. لو طلعنا بس من الحلقه دي ان احنا نلغي العشاء او نقلله قد ما نقدر، انا عارف انها مهمه صعبه انك تغير اسلوب حياه، بس حاول. ولذلك قلنا قبل كده المثل الصيني الرائع اللي بيقول ايه؟ كل فطارك لوحدك، اقسم غداك مع حبيبك، ادي عدوك عشاك، ادي عدوك عشاك. تعالوا نسمع الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اختي، اتفضلي. الحمد لله، معاك الدكتور عبد العاطي المناعي استاذ المسالك البوليه والفقير الى الله حسين الشورى، سكر وضغط وقولون ومعده واي حاجه هتسالي فيها تتخصص يعني في تخصص الجهاز الهضمي، اتفضلي. لا انا بتصل عليك على الخاص بس يعني عايز اتكلم مع اخي لوحدي بس مش بترد عليا، كله مقفول مقفول على طول اللي هو في 100 الواتس. لا الرقم بتاع الواتس ده انا عامله واتس فقط عشان ارد على الناس، لانه لو خليته رقم اتكلم فيه مش هقدر ارد على كل الناس، لان ليا طاقه برضه رغم ان انا بقعد هنا ان انا اقف مع كل حد، وربنا يعلم ان انا اتمنى اقف مع كل حد بيقول اه، كل حد بيقول اه اتمنى ان انا ابقى في ظهره وابقى معاه وامد ايدي له، لكن طبعا الواحد له طاقه. فانا بستاذنك على الواتس ابعت الرساله وانا هرد عليها. شكرا. طيب يعني يمكن وقت الحلقه بسرعه اتسرق، مع ان انا بستمتع قوي بحلقات الدكتور عبد العاطي المناعي اخويا الفاضل المحترم. كلمات اخيره للناس حول موضوع المسالك البوليه، كيف تمتلك جهاز مسالك بوليه سليم؟
نمرة واحد زي ما تفضلت حضرتك في الكلام والإشارة إلى الماء، عايزين نشرب مية بشكل كويس جدا، ملناش علاقة بالشتاء وبالصيف، المفروض نشرب مية علشان دي أساس الحياة وهي العماد الصحيح لجهاز بولي سليم. ده هيمنع إن شاء الله تكوين الحصوات، هيمنع التهابات المتكررة، هيقي معظم المشاكل اللي احنا بنشوفها بشكل يومي. ثقافة شرب المية لا يغني عنها شرب المياه الغازية والكلام ده، احنا عايزين نشرب مية عادية بسيطة ببساطة، ونعلم أبنائنا وأطفالنا الصغيرين هذه الثقافة المنسية اللي هي ثقافة شرب المية. نمرة اثنين، تقليل الأملاح، ولأن في إسراف جدا في أكل الموالح والمخللات والكلام ده كله، طبعا بيقابلها عدم شرب المية فبتحصل المشكلة. الإسراف دائما هيكون في ضرر زي ما وصفنا، المخللات والأملاح والكلام ده كله. التقليل من البروتينات قدر الإمكان، لأن يمكن الناس ما تعرفش أن الأكل اللحوم الكتير إضافة إلى النقرس أنه كان ممكن يكون عامل من عوامل تكوين الحصوات. صحيح. فبالتأكيد إحنا بس مش بنوصي بشرب الماء، لكن بتقليل اللحوم الحمراء قدر الإمكان، تقليل الموالح والمخللات قدر الإمكان، شرب كمياتنا المية. إذا أنت عملت دول مع المشي بانتظام، مع تخصيص الوزن بأيا كان طبعا الأرقام اللي احنا بنشوفها دي كلها والطرق الكتيرة جدا المتعددة، احنا ممكن نحصل على حياة كويسة جدا، سواء حياة في الجهاز البولي أو حياة جنسية. تمام. فيما يتعلق بالمعدة، ابعد عن الساخن، ابعد عن السائع، ما تاكلش وتنام، خلي فيه 3 ساعات فاصل بين العشاء وبين النوم، ارفع راسك على مخدة عالية نسبيا لو عندك ارتجاع. فيما يتعلق بالقولون، حاول تبقى هادي، حاول تبعد عن المسبك والدهون والحراق والمخللات. احنا قلنا قبل كده انه القولون بيثار، وحاول ما تسيروش انت بالمثيرات الخارجية والداخلية، وطبعا اسم القولون العصبي 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 العصبي، يبقى حاول ان بقدر الامكان، محدش يقدر يبقى بارد يدخل التلاجة 3 ساعات ويطلع يقول انا بارد اهو، لكن حاول بقدر الامكان انك تبقى هادي وتتقبل. شوف الثقافة اللي اسمها ثقافة التقبل، ثقافة التغافل. جميل انك تتغافل وتعدي شوية، ومفيش حد كامل، وتقول لنفسك كده فلان زعلني شوية، لا مفيش حد كامل، في حاجة كويسة وحاجة وحشة وهكذا، سواء مع الزوجة، سواء مع الاخوات، سواء مع الاصدقاء، سواء مع زملاء العمل. التمس لأخيك ألف عذر، ألف عذر مش عذر واحد. ثم بالنسبة للسكر، قلل السكريات، اتفقنا قبل كده انه في فاكهة سكرها عالي التسكر بتاعها عالي، ودول 8 هم على التوالي: تين، بلح، عنب، مانجا، موز، برقوق، خوخ، مشمش. اما اللي مسموح وسكره مش عالي قوي هو التفاح، الكمثرى، ودايما بكررها مرتين عشان نحفظها: تفاح تفاح تفاح، حلو المريض السكر، كمثرى كمثرى كمثرى، حلو المريض السكر، برتقان برتقان برتقان، حلو المريض السكر، بطيخ بطيخ بطيخ، حلو المريض السكر، وكمان الكنتالوب لو شريحة واحدة هو البطيخ هاي لمريض السكر. لا تنسى القرفة، لا تنسى الترمس، لا تنسى الحلبة، لما يكونوا مطحونين يتحط على الأكل بيخفضوا السكر. والأبحاث بتقول إن كل عود قرفة يساوي، يكاد يساوي 2 وحدة انسولين. مش معناه نتخلى عن الانسولين، لكن قد ايه القرفة هايلة جدا لو من غير سكر او ترشت على الاكل. افتكر انه الخل والليمون رائع جدا وبيأخر امتصاص السكريات، افتكر ان التفاح والخيار الاثنين مهمين لكن بيتعبوا القولون، عشان كده نقشر الخيار ونقشر التفاح. افتكر انه في مادة اسمها الليسيسين موجودة حتى في الفول المدمس، وهو ابسط حاجة خالص، ودي مهمة جدا جدا جدا. لنا كلام كتير المرات اللي جاية عن التغذية وقواعدها. اعزائي المشاهدين، خلص وقت الحلقة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اسمحوا لي اشكر ضيف العزيز المحترم الاستاذ الدكتور عبد العاطي المناعي، استشاري المسالك البولية، واحد اهم خبراء السياحة الصحية في الوطن العربي. انا بشكرك جدا على تشريفك. شكرا، ربنا يخليك. ويمكن مشاهدات في افريقيا والكلام ده، عايز اضيف حاجة بسيطة بس، ان فعلا زي ما حضرتك تفضلت للجزء بالنهي عن العشاء والنوم، لان طبعا دي حاجات كتير، ناس بتضرب حمام بالليل وتضرب وز والكلام ده كله، محاشي. اسف الشديد طبعا المشاهد دي مش موجوده في افريقيا كتير، فتلاقي الاجسام لحد ما متناسقه ورشيقه ورياضيه. ثم المشي والمشي والمشي طبعا مهم جدا، المشي والمشي والمشي والمشي. اخر صح. كلمه النهارده هطلع بيها من الحلقه، عايز المشاهدين، خلص وقت الحلقه، لكن يظل انتظار ليكم المره بعد المرة في حلقات قادمة. أمنوا معي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يختمون حلقاتهم بكلمات، وأختمها بابتسامة.